هنروح دلوقتي للفنان نضال الشافعي واللي تميز في أداء كل الأدوار الصعبة من خلال السينما والتلفزيون، وفي رمضان القادم هنشوفه في أكتر من عمل درامي وأدوار مختلفة ومتنوعة. ومؤخرا وقع الاختيار للفنان نضال الشافعي للمشاركة في بطولة مسلسل الوسواس للمخرج حسني صالح بعد ما اعتذر الفنان أحمد فهمي عن أداء الدور. مسلسل الوسواس بتدور أحداثه في صعيد مصر، وهو عبارة عن ملحمة درامية بتمثل المجتمع المصري بكل إيجابياته وسلبياته. من ناحية تانية بيشارك الفنان نضال الشافعي في مسلسل خيانة عصرية. تعالوا مع بعض نلتقي بيه ونشوف هيقول لنا إيه عن أعماله الدرامية القادمة في رمضان القادم. والله أنا كان ليا الشرف أن أنا انضم لأسرة مسلسل الوسواس تحت قيادة أستاذنا المخرج حسني صالح، ومع ممثلين جمال وأفاضل ونجوم أستاذ تايم حسن وأستاذة زينة، ويعني إحنا يعني بنتعرف على بعض بصراحة لأول مرة، عشان خاطر أول مرة نشترك في عمل مع بعض، فأنا سعيد جدا جدا بالتعامل ده، وسعيد بفكرة المسلسل اللي كتبها أستاذ محمد زوفقار. بصراحة كاتب حاجة جديدة ومختلفة، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يقدرنا ونقدم حاجة تعجب الناس. في كان معنا مسلسل مع النجمة داليا البحيري اسمه خيانة عصرية من إخراج أستاذ سميح النقاش، وهو حاليا يعني في متوقف شوية كده، وبعدين بإذن الله هنستأنفه في أقرب وقت ممكن، وكونوا نلحق السباق الرمضاني بقى وما يلحقش ده لسه مش عارفينه بإذن الله إن شاء الله. ويعني كان في أكتر من عمل كده مفروض إنه حاليا بس ببص فيه، بحيث إنه لو بعد رمضان بإذن الرحمن ممكن نتعامل فيهم بإذن الله، منهم فيلم 12 ألف فربنا يكرم فيه بإذن الله. تخيل إنه السباق الرمضاني القادم بإذن الله هيبقى يعني سباق شديد، ماراثون شديد وقوي جدا جدا جدا، وما اعتقدش ان الماراثون بتاعنا لا يقل اهميه عن كاس العالم يعني، فهيبقى في يعني ملعبين شغالين يعني. دي حقيقه. ففي النهايه اتمنى بس ان ربنا يقدرنا ونعمل حاجات كويسه نبقى بيها عند حسن ظن الناس، وربنا يوفقنا جميعا. بيعتبر مسرح العرائس من أهم مسارح الأطفال في مصر، ومن فترة طويلة اختفى مسرح العرائس وابتعد عنه الأطفال، لكن الحقيقة المهندسة مي مهاب فكرت في إعادة الطفل من جديد لمسرح العرائس، وتقدمت للبيت الفني بمشروع جديد لإقامته على مسرح العرائس اللامائية الأول في مصر والشرق الأوسط كله، وتم الحقيقة الموافقة على المشروع. وبالفعل حضر لمصر خبراء أجانب لتدريب مجموعة من الفنانين على نحت وتلوين العرائس المائية. وبالمناسبة دي أقام البيت الفني للمسرح الأيام اللي فاتت مؤتمر صحفي للإعلان عن بداية مشروع العرائس المائية في مصر، وحضر المؤتمر الفنان فتوح أحمد والمهندسة مي مهاب صاحبة الفكرة. تعالوا مع بعض نلتقي بيهم ونلتقي كمان ببعض الضيوف اللي حضروا المؤتمر. أنا من ساعة ما جيت أنا اهتمامي يعني كل ما يخص الطفل، لأن أنا بقوله بعيد وبزيد 100 مرة أقعد أقولها، مصر مش هتتبني لما نبدأ من كيجي 1، لازم نبدأ من كيجي 1. فالتعليم والثقافة أهم حاجة في الحكاية كلها، فأنا كل ما هو جديد بالنسبة للطفل طبعا ده فن مبهر جدا. فيتنام فضلت محتكراه، هي مخترعاه ومحتكراه لنفسها فترة طويلة لغاية ما خدته منها فرنسا واليابان، وإحنا أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي الدول العربية نعمل هذا الفن. الفن يعني هي تجربة، هم طبعا زي ما الناس قالوا اللي راحوا شافوا العروض بتاعتهم مبهرة جدا. أنا واثق إن شاء الله إن المصريين إحنا جبنا أول مدربين الخبر الفيتناميين اللي هم النحت والتلوين، لسه هيجي فوق تاني اللي هو تحريك العرائس. طبعا الموضوع محتاج تحريك العرائس غير العرائس التقليديه، محتاج لياقه بدنيه لان اللاعبين العرائس بيبقوا جوه الميه،
فأنا شفت الموضوع مبهر جدا. إن شاء الله يتم على خير, وأنا واثق إن شاء الله لما الموضوع زي ما تقال إحنا لسه في البداية, الموضوع لما هيكمل بإذن الله مصر المصريين هيضيفوا عليه كتير إن شاء الله بإذن الله. أنت عندك القبار اللي دلوقتي بيشوف الليلة الكبيرة بينبهروا بيها. لا هو فن العرايس فن جميل. أنا ما شفته انبهرت, يعني المهندسة مي جابت لي السدهاية انبهرت بال, لا هو الكبار والصغيرين يشوفوه, بس هو بالنسبة للأطفال أكتر طبعا مبهر جدا. أنت بتشوف, وبعدين ميزة المسرح أنه تعمل في أي حتة, في حوش المدرسة, في جنينة, في الصحراء, أنت بتعمل بسين بتنفخه وبتملاه مية, وبتعمل شوية سجاجيد وحاجات ديكور, واللعيبة العرائس اللعيبة ورا بتاع لابسين بدل خاصة وبيحركوا, وناس بقى بتصطاد سمك وبيطلع سمك وبيدخن بايب ومش عارف, وتمساح بيطلع يطلع نار. لا لا شيء شيء مبهر يعني. يعني احنا بنقول احنا دي الخطوة الاولى ان شاء الله, احنا مش يعني هنوطد العلاقة اكتر مع الفيتناميين, لان سر الصنعة زي ما بيقولوا عندهم, فلغاية ما كل عناصر الصناعة ان شاء الله ندخلها مصر. مبدئيا الفيتناميين من 10 سنين بس ابتدوا ان هم يشاركوا فنهم مع العالم. قبل كده كان اللي بسر الفن بيقتلوه هو ومن 3 من اولاده. وانا كان ليا صديق فرنسي له تجربه برضو مع المسرح المائي, سافر من 12 سنه ومحدش اداله اي معلومه, مع انه كان جايب توصيه من رئيس اليونيما في فيتنام. الراجل رجع بلده واجتهد وعمل تجربه من اجتهاداته, ولكن ملهاش علاقه بالفن الفيتنامي التقليدي, لان هما كانوا بيرفضوا يدوا المعلومه لاي حد. وعلى فكره يعني انا اول حد اتعلم هناك مش من مصر بس, من دول العالم كلها, بالطريقه اللي انا اتعلمت بيها, الطريقه الفرديه. وهم ما علموش غير قليلين جدا, ناس من فرنسا وناس من اليابان, افراد 2 من فرنسا وواحد او 2 من اليابان. فالموضوع بالنسبه لهم هم حتى مهتمين قوي بيا ان انا بنقل حاجه للميدل الايست, للشرق الاوسط. مفيش ده ما حصلش قبل كده. والمشروع بتاعنا اللي هو ايزيس اوزوريس, انا عامله له معالجه دراميه بسيطه, لان طبعا الاسطوره يعني تم تناولها باكتر من صيغه. انا اخذت بس ما هو مناسب لفن العرايس المائيه. هي طبعا بالنسبه لي تجربه فريده جدا وما كانتش عاديه, لاني مع اني بشتغل في مسرح العرايس زي ما حضرتك قلت, المسرح المائي مش موجود بس في مصر ولا في الشرق الاوسط ولا في افريقيا, احنا كمان اول فريق يشتغل فيه في مصر, وان شاء الله هنطلع عروض بعد كده من تحت ايدينا. فهيكون انا اتعلمت كمان, عايزه اقول ان انا اتعلمت كتير قوي واستفدت كتير جدا من العرض ده ومن الشغل فيه. واهتمامي الاصلي كان بالنجاره والاخشاب, فبالتالي اتعلمت على ايدين الفنان مستر بانج النحت. ده مسرح عرايس فيتنامي, يعني اول ما اتعمل في فيتنام, يمكن من زي ما بيقولوا من القرن ال 12, وهم من القرن ال 12 في فيتنام. وان شاء الله مصر هتكون البلد الثالثه اللي يتعمل فيها, لانه اتعمل في اليابان واتعمل في فرنسا عن طريق الفيتناميين برضه, هم اللي عملوه نفذوا. واحنا المرحله اللي هو المسرح العرايس المائيه دي ثالث بلد هيعملوها فيها باذن الله, تطور للعرايس. انما عايز اقول لحضرتك زي ما سالتني, هناك فرق رهيب ما بين العروسه التقليديه, الدمى التقليديه بتاع مسرح القاهره للعرايس اللي بنشتغل بيها, وبين العرايس المائيه. العرايس المائية تجربة جديدة بتتعمل بتكنيك فيتنامي, بيتعمل حوض سباحة بطريقة ما. فنانين العرايس اللي حيتم اختيارهم ما بيزيدش عمر الواحد فيهم عن 20 سنة, لأنه بيبقى في حوض سباحة بلبس معين بشكل معين, يحتمل كثافة, يحتمل الضغط, يحتمل حاجات كتير. النوع جديد تماما من العرايس, اكيد زي ما كل شرح, العرايس المائيه. من اول ما ابتدت الحقيقه الفكره تيجي انه تلقينا الدعوه من المهرجان اللي بيقام في هذا الفن بدعوه المهندسه مي, رحمنا جدا ان احنا بالفعل كوزاره الثقافه ندعمها انها تسافر وتطلع على هذا النوع الجديد من العرايس. هي كمان الحقيقه كانت يعني مش مجرد واحدة بتروح تشارك وترجع, إنما كان شيء جميل جدا جدا منها إنها تكون حريصة إنه هذا المجال يصل إلى بلدها.
وبالتالي دعمنا في الجهتين، دعمنا من ناحية سفرها كوزارة الثقافة إلى فيتنام، ودعمنا أيضا قدوم الفنانين الفيتناميين لهنا. إحنا النهاردة هنا كمان الحدث بيتم في مركز التعاون الدولي. مركز التعاون الدولي هو مركز مخصص للتعاون مع دول العالم بشكل عام لتقديم فنوننا المشترك، وعلشان يحصل كمان التقابل بين فنانيننا ومبدعيننا المصريين والفنانين الأجانب. وأعتقد أن الورشة دي هي أكبر دليل على ده.